طيب نبدا نتطلع شوي شوي. هلا هون في اسماء، هو ما في اسماء، مرات بحاول يعطوا اسماء تشبه اسماء جسم الانسان. الترنك اللي هو الجذع، هذه هون البيس الاساسيه. الشولدر اللي هاي من هون، انر ارم او ابر ارم، ايش بنسميه بالعربي؟ بيعرف في حد بيعرف؟ اللغه العربيه كويسه؟ العضد. العضد، اشكرك. العضد، وهذا فور ارم اللي هو الساعد والمعصم. بعدين هون عندي الجوينتس اللي عندي، عندنا هاي واحدة هون، هاي راح نسميها واحد، هاي عندي الثانية هون راح نسميها اثنين، عندنا هاي هون نسميها ثلاثة، هاي اللي هون أربعة، هاي خمسة، وهاي اللي هي بتلف ستة، هاي اثنين، هذه هيك، هاي الاكسس تبعها. خلينا نحط الزيت، نحط الزيت تبعهم نرسمه، ويمكن في جزء منه مرسوم شوي هون، بس خليني ارسمه هون وبعدين بننتقل بنكبر هاي بنطلع عليها بتفاصيل اكثر. اذا هون لو جينا طلعنا عندي هلا 0 و1 راح ينطبقوا على بعض، ها؟ الاختلاف الوحيد بينهم ايش راح يكون؟ ثيتا 1، ثيتا 1 هي راح تكون الاختلاف الوحيد ما بينهم، فراح يكون في عندي اكسس لواحد هو نفسه راح يكون زد، فهذا راح اسميه زد واحد اللي هو نفسه زد زيرو، وراح ينطبقوا تماما هذول. هلا نيجي على الثاني، هذا عندي هون في اكسس، هذا راح يكون زد 2 من هون، ملاحظين انه زد 1 بتقاطع مع زد 2، فايش بدي اضطر اعمل؟ بدي اضطر احط اكس واحد واكس اثنين عمودين على الاثنين اللي بيحتوي. بعدين عندي هون ثلاثه، هلا شو العلاقة بين ثلاثة واثنين؟ متوازيين، متوازيين، بس في بينهم، في بينهم مسافة، في بينهم إيه؟ لكن ألفا بينهم زيرو. بعدين عندنا هون إذا بنطلع هلا على هاي، هي أربعة، لأنه هذا راح يلف هيك بهذا الشكل، فهذا راح يكون زد فور، وهذا زد ثري. بعدين عندنا هاي اللي هي الخامسة، والخامسة هاي راح نسمي هاي زد 5 هون، لاحظوا زد 4 وزد 5 وزد 6 متقاطعين، وهذا انت سألتي عنه، هدول هدول الثلاثة بتقاطعوا زي ما حكيت. الكتاب بذكر كريغ بذكر بالكتاب انه هذا اتس فيري تيبيكال اوف ماني مانيبيوليتر ارمز، انه يكون عندي اخر ثلاثة 3 ريفوليوت جوينتس عمودين على بعض، هذا اتجاه أربعة بنفس اتجاه ستة، لكن خمسة عمودي عليهم، ستة بلف وأربعة بلف لف. هلا السؤال اللي سألته إيناس قبل شوي، كيف أنا حطيت، شو استفدت أحط أربعة وستة ورا بعض وهم الاثنين بلفوا بنفس الاتجاه؟ في بينهم خمسة. بينهم خمسة ميكس بيج ديفرنس، اختلاف هائل. لأنه هذا ممكن يلف يصير هيك. مظبوط؟ يعني لو لفيت حوالين خمسة ب 90 درجة صار هذا هيك. صار لما بلف أربعة كيف هذا بلف؟ يعني 90 درجة أو وجود خمسة بين أربعة وستة سمح لستة يعمل أورينتيشن مختلفة تماما عن أربعة. مظبوط؟ واضح؟ فاهمين هاي النقطة؟ هاي عندي أربعة هيك، فأربعة بقدر أربعة بلف القطعة هاي كلها، بتلف أو هاي بتلف 90 درجة. هلا بروح بلف أنا خمسة بعطي ثيتا 5 اللي هي ثيتا 5، ثيتا 5 بلفها هيك، فصارت هاي الإند إفكتر بدل ما تكون نازلة نزول شو بتكون؟ هيك. فصارت الإند إفكتر هيك، لما أربعة تلف شو بصير الاند افكتر تعمل؟ بصير تلف، فاستفدت من التنين. لو ما فيش خمسة كان ما استفدت من أحط أربعة وستة ورا بعض، ها؟ دكتور خمسة هسه ما تقدر يلف 360 درجة صح؟ يكون له ليمت. تمام، هم أظن معظمهم محدودين بزوايا معينة، طبعا ما أظن في أي شيء بيقدر يلف باستمرار، يضل يلف باستمرار، يعني في له زاوية نهاية وزاوية بداية. هلا هذا ايش بدك ترجع للمواصفه، بعرفش قديش، بس صحيح ما بيقدر يلف محدود قديش زاويته، يعني بتكون زاويته مثلا زائد 90 ناقص 90. شيك سؤالك؟ هلا خمسه عندي، واخر شيء راح يكون سته، سته راح ينطبق زد 6 راح يكون منطبق على زد 4. اذا هذا بالنسبه للزد، حطينا الزد السته فريمز وحطينا الزد، لسه ما حطينا الاوريجنز تبعتهم.